معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي يقولنا رأيه في الحالات التحكيمية اليوم تحديدا في مباراة الأهلي وبلدية المحلة. كابتن جهاد مشرف ومنور دايما سعيد بتواجدك معايا. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. مساء الفل عليك. النهاردة نبدأ بمباراة الأهلي وبلدية المحلة. اتفضل. طيب هبدأ معاك بأول حالة وكانت في الدقيقة 14 ومطالبة النادي الأهلي بضربة جزاء. هاتوا لنا الحالة يا شباب. تيجي حالا دلوقتي اي معانا يا كابتن جهاد. تمام قدامك شاشه. قدامي شاشه. يلا عظيم. تمام الكره اتلعبت بالعرض جت في صدر اللاعب البلديه وبالتالي مفيش امتداد في اللقطه دي مفيش امتداد تماما وبالتالي قرار الحكم ناصف مظبوط بركله ركنيه ومراجعه الفار صحيحه مفيش ركله جزاء الاهلي في اللقطه دي. عظيم جدا. اللقطه الثانيه كانت في الدقيقه 34 وتسلل على بلديه المحل. تمام تمازن مساعد كان في تسلل بحاجه بسيطه ساب اللعبه تكمل للاخر وبعد كده رفع الرايه وده تميز كبير من المساعد الثاني اللي بيتكلم عليه كلام كتير النهارده بادائه المحترم النهارده. كنت لسه هسالك هتتكلم عنه ولا لا يا كابتن جاهد؟ الله طبعا احمد عبد المنعم شعبان. هنجيله هو حكم المساعد الهايل النهارده اكتشفنا حكم مساعد محترم عمل اداء النهارده محترم فحقه ياخد حقه يعني عمل في اخطاء عنده بس الاهم القرارات المهمه في المباراه خدها بصوره كويسه. طيب الدقيقه 36 كان انذار على لاعب البلديه لمسك اكرم توفيق. ناصف موجود في مكان ممتاز المسك لاكرم توفيق منعه من تقدم في هجمه واعده وبالتالي بنتكلم المسك السافر دوت انذار مستحق وقرار مستحق ده اللاعب رقم 8 اللي هيكرر معانا اللقطه اللي جايه. ماشي. الناس كده انذار مع اكرم توفيق على نفس اللاعب برضه مع اكرم توفيق. الدقيقه 37 احتكاك بين اكرم توفيق ايضا ونفس اللاعب. بالظبط. اللقطه دي ما يطلعش فيها صفاره يعني نصف قريب قوي ما ينفعش تعدي الكوره دي من غير صفاره هي في خطا موجود نصف استمر اللعب لكن هنشوف التفاصيل بتاع الخطا عشان نشوف اللقطه دي هل تروح لكارت احمر ولا نروح لكارت اصفر. الراجل جاي من مسافه قريبه الرجل مش متنيه ما فيش فيها قوه وسرعه زي بتاع مابولولو لما راح بقوه وسرعه. المكان طبعا الاصطدام مكان خطر اللي هو الاستاذ هو رايح للقصبه وده مكان خطر لكن القوه والسرعه والمسافه كل ده نزلت لحد ادنى وبالتالي بنتكلم على اقصى درجات التهور ده كارت اصفر بس ده الكارت الاصفر الثاني للاعب رقم 8 كان لازم ياخد الكارت الاصفر الثاني بركله حره مباشره ويطرد في اللقطه دي. كابتن جهاد معلش هقف هنا شباب لحظه واحده بس عشان في سؤال دلوقتي ملح جدا عليا. القصه بتاعت الانذار التاني دي بقت حاجه مرهقه لكل الناس في كل العالم في كل المباريات الانذار التاني صحيح. تحديدا صحيح هل من المفترض انه يحصل تغيير في فكره الفار او بروتوكول الفار انه ممكن يتدخل في انذار تاني يستحق الطرد؟ هو المبدا العام للفار يا كريم ان احنا بنروح للعداله. ماشي. فمش من العداله يجي انذار تاني والحكم يغفله لان البروتوكول الفار يمنع تدخل الحكم الفي ار في الانذار التاني فاعتقد انه قريب جدا ممكن نروح للعداله ان الحكم الفي ار ممكن يتعدل البروتوكول ويتدخل في الانذار التاني لان بتبقى فيه كتير جدا في مباريات كتير النهارده الحكم الفي ار ما تدخلش وما اتكلمش لان ده انذار بالنسبه له مش كارت احمر وبالتالي ما تدخلش وحكم اخطا في كده بقول لك هم هيبقوا محتاجين يعدلوا في بروتوكول الفار اعتقد ممكن يحصل في قريب جدا ده يحصل. صحيح. ناخد اللي بعدها. اتفضل. الكرة اللي بعدها كانت في الدقيقة 52 وتسلل على كهربا. الكرة اهي. تمام. هتتعاد تاني معانا اهي. دي بقى دي هنرجع بقى للقطة في اللقطة دي نجيبها من الجانبية. اللقطة اختلفت مع أحمد في اللقطة دي لأنه مش متمركز صح. لما أكون متقدم عن اللعيبة اللقطة مش فيها أي تسلل خالص فالغيرة متغطي في اللقطة دي فده خطأ من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها عادي جدا على فكرة. فمش معنى إن هو مميز النهاردة ما أخطأش لا أخطأ اللقطة ديت هو عشان مش متمركز صح فما خدش القرار الصح. فدي مش فيها تسلل. دي ما كانش فيها تسلل. انا جايبها عشان اقول لك ان الراجل اخطا ومع ذلك هو مميز يعني برضه مش معنى ان هو بس ارجعوا شباب ارجعوا شباب اللقطه اللي قبلها كده معلش ارجعوا معلش نرجع تاني للقطه اللي فاتت ديت عشان كان فيها جزئيه مهمه جدا انه تقريبا كان كهربا ساعتها ليه ضربه جزاء يعني بص يا كابتن جهاد دي لا ما هو انا شفتها لما فيش تسلل كان لو مفترض له ركله جزاء كان الحكم الفار تدخل
لكن الاحتكاك ده لا يرقى للاحتساب ركله جزائيه. يعني هو عارف حكم الفار لو ليه ركله جزاء كان هيرجع يراجع التسلل وكان هيتدخل يساعد الحكم، تعالى انا التسلل مش مظبوط انا عندي احتماليه ركله جزاء، وكان راح لركله جزاء مباشره. لكن هي ما فيهاش ضربه جزاء، لا ما فيش ركله جزاء. انا عشان لسه شايفها معاك دلوقتي فما شفتهاش. لا مظبوط، انا بقول لك كان في احتكاك موجود بس لا يرقى. لو يرقى ركله جزاء كان حكم الفار اوتوماتيك. عندك الحكم تعالى ما عنديش ما فيش تسلل خطا بس عندي ركله جزاء، وكان هيحسب ركله جزاء لو موجود. طيب الدقيقه 61 كان في انذار على بداية المحلة، بداية المحلة للتهور مع أكرم توفيق. الدخول بتهور بالمنظر دوت، طبعا الحكم سمح باستمرار اللعب ورجع ادى الانذار، وده كويس، تصرف كويس، اللعب استمر ورجع الانذار للاعب اللي هو افتكره، فاكر اللاعب ورجع له بالانذار، وده قرار محترم جدا من حكم واعد صاعد. طيب الدقيقة 63 كان في إلغاء لهدف للأهلي بداعي التسلل بعد اللقطة ديت اللي خد عليها لاعب البلديه انذار. ده انذار تاني تهور من نفس الكلام، ماشي. الدخول بتهور بالمنظر دوت، وقرار برضه محترم بالحكم وانذار مستحق. طيب هنروح للقطه اللي بتتكلم عليها الغاء الهدف. كله بيتحرك تمام. هو دلوقتي بص، اول ما كهربا حصل كونتاكت مع حارس المرمى، هو ده تداخل مع منافس. هو كان موجود في موقف تسلل هنشوفها في البدايه مجرد ما احنا هرجع لك التسلل طلع في الاخر، التسلل الرايه اتاخر خالص وده كلام مظبوط. انت هتفتكر ريال مدريد وبايرن ميونخ، الراجل اللي بينفذ تعليمات اللي ما اتنفذتش في ريال مدريد وبايرن ميونخ، هنا الراجل متسلل كهربا خلاص. هو استنى، هو عمل كونتاكت كده، هو هيقول له في اللحظه دي الحكم الفار بيقول للحكم، او حكم الساحه بيقول للحكم، حكم المساعد بيقول للحكم ديلي ديلي ديلي، معناها لا انا باخر ان انا واخد فيه قرار تسلل معايا. ارجع يا كابتن، اكمل الهجمه تمام وفي الاخر بطلع بالتسلل. ارجع شباب، الرايه ارجع شباب، وحكم الساحه بيبص للحكم المساعد عشان يترجم الكلام اهو. بس لا ارجع هو مش بيبص له، هو الراجل بص يا كريم التعليمات لما يبقى عندك تسلل انت بتقول للحكم كلمه ديلي ديلي ديلي، معناها ان انا عندي قرار تسلل بس مش هرفع رايتي. ايوه انا خدت انا اقصد بس ترجمه كلام حضرتك انه ده اللي حصل بينهم وعينيهم في عين بعض خلاص اهو حصل. لما هو قال له الديلي، هو تاكد ان في تسلل بيكمل اللقطه عادي خالص ويستمر، لو في ركله جزاء هيحسب وبعد كده نرجع نراجع. يعني القصه دي ده تعليمات وبتتنفذ، هو ده نفذوها حرفيا في الملعب. ماشي، هو الخط ده كده محطوط صح؟ الخط ده محطوط صح، الكتف اللاعب البلديه اللي هو النص الكم ده تمام، و تمام اللاعب الاهلي متسلل تمام، الكلام مظبوط، متقدم راس الكتف بتاع الاهلي هو تسلل مظبوط. لا هو تسلل طبعا، بس انا اقصد عشان الخط نفسه، لا كتف البلديه اللي هو اقرب حاجه للخط بتاعه، وكتف الاهلي اقرب حاجه للخط، فالخط مظبوط. دي 70 وهدف الاهلي الاول. اتفضل كمل، نرجع للهدف مع بعض. متولي وبعد كده عمر حولها، هي جايه من ركله ركنيه وما فيش تسلل فيها، وبالتالي بنتكلم ان رجعت لعمر كمال، خد على صدره وشاط، ما فيش اي مشكله، حتى لو في حل او في لعيب موجود في موقف تسلل فلا يعاقب، لانه ما فيش اي تدخل في الكره اللي فاتت دي. يعني هكلمك برضو على حاجه ما حدش خد باله منها، هي جت دلوقتي وهتتشاط في الجول، لو في حتى لعيب موجود منهم، هو دلوقتي ما فيش ولا لعيب في موقف تسلل. انا بفترض ان في لعيب منهم موجود في موقف تسلل والكره راحت بالمنظر ده في المقص بالمنظر ده، هو مش مؤثر وبالتالي لا يعاقب. لو فرض ان في لعيب كان موجود في موقف تسلل، انا اشرحك، انا هقول لك، انا شايف اهو ان محمود متولي اهو مثلا واقع في موقف تسلل، هو بعيد عن الكوره اصلا ومش متداخل في الكوره خالص، مش مؤثر خالص وبالتالي لا يعاقب. يعني وجوده في موقف تسلل في حد ذاته مش خطا، ممتاز ممتاز، وبالتالي استمرار اللعب الهدف صحيح والقرار صحيح في احتساب الهدف. خلي بالك المساعد اللي هنا، شوف التركيز اللي هو فيه ده حاجه يعني نموذج لكل مساعديننا الصاعدين، المنظر ده اهتم بكل التفاصيل عشان تنجح في مباراه. ممتاز جدا. انذار بعد كده لحارس البلديه لاضاعه الوقت كان في الدقيقه 89. طبيعي النتيجه بتشير 1-1 في الوقت ده، والراجل بيضيع الوقت، فالحكم لقى ان هو بيضيع الوقت، قلع الجوانتي ولبس الجوانتي، وبالتالي بيديله الانذار، وانذار مستحق من النصر. طيب الدقيقه 92 كان في الغاء هدف للاهلي بسبب التسلل، وكان في اعتراضات كتير من لاعبي النادي الاهلي. اهو الهدف اهو، الكرة صعبة جدا بصراحة. صعبة جدا، اولا احنا ما شفناش فيها تسلل ولا لا، يعني حد المساعد ما رفعش. صح، هو اللي لمس مودست اللحظة دي بقى كهربا في موقف تسلل. الحكم المساعد ما رفعش تسلل، الحكم احتسب خطأ ايه اللي احتسبه انا مش عارف، لان ما فيش خطأ في اللعبة بأي حال من الاحوال. طب الفار بيراجع هدف. صح،
فهيرجع دلوقتي كهربا مش متسلل، لحظه لمس مودست بقى موجود في موقف تسلل، مفهوم. وبالتالي طبعا احمد ما اشارش بالتسلل في اللحظه دي، وارد جدا خطا موجود، لكن حكم الفار لحق طام التحكيم بالكامل وقال ان الكره تسلل واحتسبوا التسلل، الغاء الهدف للتسلل مش الخطا، يعني ما كانش خطا في اللقطه خالص. نصف احتسب خطا على كهربا ومفيش خطا على كهربا، لكن اللقطه فيها تسلل وبالتالي الغاء الهدف الغاء صحيح للتسلل. طيب، وده الاستئناف اللي حصل. دقيقة 97 كان في مطالبة من النادي الأهلي بضربة جزاء. تمام. اللقطة الكرة جت في رجل المدافع البلدية والإيد، الناس لعيبة الأهلي اعترض إنها جت في إيده. هنشوف اللقطات مع بعض يا كريم. الكرة جت في رجله، جت في رجله الشمال، والإيد اللي هي الممتدة بره الجسم اللي هي اليمين. لو جت فيها وهي ممتده بره الجسم، طبعا الرجل دي كره اصطدمت بالرجل، تبقى ركله جزاء. لكن الصوره اللي قدامنا دي والصور اللي هتجيلنا لا تؤكد لمسه يد ولا تنفي لمس اليد. وبالتالي حكم الفار لا يمكن باي حال من الاحوال يتدخل ليغير قرار الحكم. هو الحكم شاف ان ما جاتش في ايده واحتسب ركله ركنيه. حكم الفار ما عندوش صوره واضحه، حتى الصوره دي لا يمكن تاكد ان فيه لمسه يد من عدمها. بس لو لمسه لو لمسه يد تحتسب ضربه جزاء. لو لمسه دي بالوضع ده ركله جزاء، يعني كرة اصطدمت برجله. نفس اللاعب اصطدمت، ما لعبش الكوره، في فرق بين اللي هو لعب الكوره واصطدمت برجله وراحت لايده اللي مكبره الجسم اللي موجوده في وضع غير طبيعي يعاقب عليها. يعني بالمنظر، لكن بالمنظر ده لا يمكن تؤكد ان الكوره جت في ايده او ما جتش في ايده، لان الصوره دي بالمنظر ده صوره خادعه، لا يمكن تؤكد اللمس اليد. طيب، وبالتالي الفار ما تدخلش لان ما عندوش صوره واضحه ان في خطا للحكم. طيب، ده هدف الاهلي الثاني لانتوني مودست. هل الهدف ده كان فيه اي حاجه؟ هنتكلم عليه قبل الهدف مراجعه ونشوف. اولا في الزحمه دي مفيش حاجه. الاحتكاك اللي حصل بين رامي ربيعه والبلدي لاعب البلديه هنشوفه في الاعاده. هل في خطا على رامي ربيعه نلغي عليه الهدف؟ يعني في خطا موجود مع المدافع. بعد كده يعني هنشوفها مع بعض. رامي ربيعه مع اللاعب 13 مفيش ماسك، مفيش شد، مفيش رجل في رجل. رامي ربيعه ما عملش خطا. الاحتكاك اللي حصل ده احتكاك طبيعي جدا، لا يمكن احاسب رامي ربيعه على حاجه، مفيش خطا حصل. وبالتالي استمرار اللعب في اللقطه دي بتفاصيلها دي مفيش خطا على رامي ربيعه احسبه، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار ممتاز من الحكم ومراجعه صحيحه من حكم الفار. نكمل بعد كده نشوف بقى المودست والتسلل. لحظه لعب الكوره نكمل اللقطه مفيش فيها حاجه يا كريم بحمد الاحوال، مفيش خطا على رامي ربيعه في اللقطه. الكوره لما راحت من هنا مودست بالعين المجرده من غير خطوط، الراجل جوه منطقه المرمى ومودست على الخط بره في موقف سليم، المساعد واقف في تمركز ممتاز ومركز وهو احتسب الهدف قبل الفار، وهدف صحيح مفيش فيه خطا قبل الهدف. طيب، ومراجعه الهدف صحيحه. طيب، ده فيما يخص مباراه الاهلي وبلديه المحل. عايز اسالك كمان على اللقطه في مباراه المصري وبيراميدز والغاء هدف للنادي المصري بسبب لمسه يد، ممكن تقولي تعليقك عقبال ما نجيب الحاله كمان يا كابتن جاد؟ هو طبعا حاله مهمه جدا وحاله مميزه. هقول اسم بقى لما في حاجه مميز بنقول اسمه، عمرو الشناوي حكم الفار. امين عمر احتسب اللقطه في الملعب، احتسب هدف تعادل واللعبة احتفلت لعبه المصري. حكم الفار طبعا كان في وقت فاضل على نهايه المباراه بدقيقتين، وقت صعب جدا. حكم الفار قال له لا تعالى انا عندي لمسه يد للاعب اللي احرز الهدف وبعدها احرز الهدف مباشره، فيعاقب حتى لو اللمسه يد غير متعمده يعاقب عليها. وبالتالي جاب وشاف اللقطه امين عمر ورجع بقرار صحيح جدا بالغاء الهدف، وقرار موفق من طاقم التحكيم بالكامل، وخرجنا من المباراه كريم بدون اي خطا تحكيمي مؤثر. شوفوا الايد، الكره جت في الايد، حتى لو ايده فضل طبيعي ومش مكبره الجسم ومش متعمده، لكن هو بعد كده احرز منها هدف مباشره يعاقب بلمسه اليد. وبالتالي بنتكلم ان الغاء الهدف الغاء صحيح، والقرار في مجمله لطاقم التحكيم قرار صحيح. مبروك لعمرو الشناوي في اللقطه دي، ومبروك لامين عمر، لان في الاخر خرجنا بالماتش ما عندناش مشكله تحكيميه في المباراه. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه المعلومات المهمه جدا.